طيب الآن بعد ما أنا خلصت باستخدام السكرو ما أخذ مني وقت طويل وخلص معايا بسرعة، بس أنا ما أفضل الطريقة هذه. ليش؟ لأنه الطريقة هذه أنا لو جيت هنا في الخيار هذا اللي هنا موجود وفعلت الباك فيس كولين، طبعا هذه بتفيدني في البرامج 3D أغلبها يعني، فراح نلاحظ أنه الشكل كأنه مفرغ من الداخل، تمام. وهذه الطريقة طبعا أنا ما أفضلها، لأنه في أي برنامج تاني لما تجي تصدر الموديل بهذا الشكل راح يسبب لك مشكلة هناك. طبعا سبب الحاجة هذه اللي بتصير انه بيكون كأنه في فراغ او كأنه في فيس عندك انت ما هو مغطي او ما هو موجود في حتة معينة. طبعا انا ما اعرف ليش السوليديفاي موديفاير صراحة او السكرو موديفاير بيسبب المشكلة هذه، لكن حلها بسيط، ما حنحتاج انه احنا نعيد مرة تانية الاوبجكت. كل اللي علينا انه احنا نختاره كده بالكامل على الايديت مود ونيجي على فيس ونقول له لو سمحت اعمل لي سوليديفاي فيسز. خلاص الان المش صارت مظبوطة، صار فيه في داخلها مش تاني. يعني انا لو جيت اخذت القطعة هذه وعملت لها جي وحركتها نلاحظ انه في مش تانية داخلية داخل المجسم هذا. طبعا هذه طريقة السكرو، انا ما فك يعني ما افضلها بصراحة، لكنها طريقة موجودة وسهلة ممكن انك انت تستخدمها لعمل المجسمات، بس راح تصادفك المشكلة البسيطة هذه زي ما شرحناها قبل شوية. طيب الان انا خلاص خلصت الجندي، صار موجود عندي، بغاله شوية تعديلات هنا فوق، يعني مثلا عندنا هنا خلينا نختار الفيسز هذه هنا كنترول تاب. طبعا انا عندي الفيرتكس هذه بعد ما عملنا الموديفاير ما جات بشكل صحيح او جات فيها اختلافات، فممكن انا اجي اختارها بهذا الشكل. طبعا هناخدها واحدة واحدة، في طرق تانية الاختيار بسرعة، بس ترى هذا شغل الـ 3D موديلر لازم يمسكها على قولهم نقطة نقطة. يعني راح ناخد W لوب تولز وراح نقول له سيركل، راح يصلح لي هي بهذا الشكل الدائري. ممكن هذه ما زبطت معانا فنقوم نسحبها بهذا الشكل. المهم يعني نحاول قد ما نقدر انه احنا نظبط هذه الفيرتكس مرة تانية. سيركل، خلاص الان زبطت معايا. فالان صار كل شيء ان شاء الله مظبوط وتمام، ما في عندنا ان شاء الله اي مشاكل. نلاحظ هنا الفيسز طبعا هنا اقل من الفيرتكس، وطبعا هذه من نتائج عمل خلينا نقول الشغل الاوتوماتيكي حق السكرو يعني. فانا ايش راح اسوي؟ راح امسحها بهذا الشكل. بعد كده راح اخذ الفيرتكس هذه اللي هنا، راح اقول له ES وادخلها الى الداخل. بعد كده Alt M واقول له Center، وان شاء الله المرة هذه يكون خلاص ضبط معانا الفيسز يعني بهذا الشكل GZ هذا الشكل. فبكده خلصنا من الجندي. طبعا زي ما انتم لاحظين يعني احنا استخدمنا الموديفاير، والمفترض الموديفاير يعني يكون بيسهل حياتك ويجعل حياتك اسهل، لكن لقينا اخطاء في نفس المجسم، لقينا اخطاء في نفس الـ 3D. الطريقة اللي انا افضل اشتغل عليها، خلينا نخبي المجسم هذا، هي التالي. اني انا باجي بروح على Object Mode بقول له Shift A اعطيني مش جديد، اعطيني سلندر ID. S بصغر السلندر بهذا الشكل، Z بارفع السلندر، GZ وببدأ أشتغل عليه. طبعا حنقول له شغل لنا الإكس راي، حختار البلوك سيلكشن، حنعطيه S بهذا الشكل. بعد كده راح نبدأ كنترول R، وعن راح نقول له خلينا على
احنا في الاديت مود. ايوه هنقول له بي، هنقول له جي، ننزل هنا نقول له اس لغاية ما نوصل المكان هذا، بعد كده اي و اس بهذا الشكل، بعد كده كنترول ار اس هذا الشكل. طبعا بعد كده ناخدها واحدة واحدة. خلينا نرجع على السوليد. اوكي بعد كده اي زد نمشي لفوق، اس اي زد مثلا، خلينا نجي هنا اس اي زد اي زد اس اي زد اس. بعد كده راح نطلع لفوق اي زد لغاية ما نوصل هنا، بعد كده اي زد اس هذا الشكل، اي زد بعد كده اي زد، وعند ضغط فاضطريت اني اضغط جي، بعدين اي زد، بعدين اس، بعدين اي زد، بعدين اي زد مرة ثانية، اس مثلا بهذا الشكل. بعد كده بعد ما خلصت انا طبعا الشكل، حرجع اراجع واشوف فين الشكل عندي فيه مشاكل. فنلاحظ انه هنا المكان هذا جي زد حنحطه على نفس المكان. بعد كده راح ناخذ القطعة هذه زد الان اكس راي، وراح نشوف جي زد مثلا لغاية هنا، نعطيها اس بحيث انها تكون مغطية للمكان هذا الشكل. بعد كده راح ناخذ القطعة اللي بعدها زد جي زد اس لغاية ما تكون في المكان الصحيح والمناسب. بعد كده القطعة اللي بعدها جي زد لغاية ما تجي هنا مثلا. بعد كده عندنا القطعة هذه جي زد بعد كده هذه جي زد. بعد كده نضيف لنا قطعة جديدة هنا بكنترول ار اس. يعني الفكرة لغاية ما احنا نطبق على الفيرتكس بالكامل عندنا هذول الاثنين اس لغاية ما يجوا هنا. بعد كده عندنا واحدة في النص بتكون اكبر منهم عشان تعطيني الشكل الدائري. طيب بقي لنا طبعا من فوق الدائرة هنا ما هي موجودة، فطبعا احنا عندنا هنا الفيسز هذه الفيسز الموجودة هنا فوق. طبعا اذا بعرف عددها كم راح اجي هنا واطالع واشوف 32 فيسز. فطبعا الخطوة الجاية راح اختار فيس اكس فيسز، راح اضغط واحد شيفت سي، وراح اقول له شيفت اي اعطيني سفير، والسفير هذه لو سمحت ابغى تكون 32 سيجمنت. بعد كده راح ارفع جيل فوق جي زد لفوق، صغرها بهذا الشكل جي زد مرة ثانية اس جي زد لغاية ما اجي في المكان الخاص بالقطعة هذه. يعني نرفعها فوق شوية نصغرها. بعد كده راح نجي من تحت راح نختار 32 فيس. فمثلا هذه
نتأكد انه عددها 32. تمام، هذه اللي جوا ما راح نستخدمها، فراح نمسحها. نقول له X faces. بعد كده راح نختار الـ edge